كمان علشان في غضب من الصعايدة على اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، لأنه قال إحنا هنعمل فرص عمل في الصعيد علشان الصعايدة ما يجوش يعملوا عشوائيات في مصر، يعني في القاهرة. الأستاذ مصطفى سالم عضو مجلس النواب. أستاذ مصطفى أهلا بيك. أهلا وسهلا يا سؤال. أنا أستاذ مصطفى، يعني ليه اعتبرت التصريح مهينا للصعايدة يعني؟ أستاذ وائل، يعني إذا كان وزير التنمية المحلية الجديد اللي تم تعيينه من ساعات بيقول إن إحنا هنعمل فرص عمل وتنمية للصعايدة، ده مش من عند الوزير، ده توجهات السيد الرئيس ودي توجهات الدولة بخلق تنمية حقيقية في الصعيد، توفير فرص عمل، تعويض الصعيد عن الإهمال والتهميش الذي حدث له عشرات السنين. فده إن كان هيحصل ده توجه الدولة مش توجه السيد الوزير، ده في البداية. النقطة الثانية يا أستاذ وائل، السيد الوزير ما كان يجب عليه أن يقول أننا يعني هنخلق فرص العمل حتى لا يأتي الصعيد إلى القاهرة ويخلقوا عشوائيات. من الذي قال للسيد الوزير أن أهل الصعيد هم الذين يأتون للقاهرة ويقيمون العشوائيات أو ينشون العشوائيات؟ أهل الصعيد هم من يحققون التنمية بجانب أبناء الوطن وبجانب الحكومة وبجانب المسؤولين، هم الذين ساعدوا في خلق وبناء واستحداث كل المدن الحديثة التي تم بنائها في محافظات الوجه البحري. كان عليه أن يتذوق تصريحه وكلماته قبل أن يدلي بها. الصعيد أخرج المئات من العلماء ومن الوزراء ومن المفكرين ومن كبار المهندسين الذين يبنون ولا يقيمون العشوائيات. على الوزير أستاذ وائل، على الوزير أن يتقدم باعتذار عن هذه الجملة فورا لأهل الصعيد. أنا واثق إن اللواء أبو بكر الجندي يعني ربما يكون التعبير خانه، يعني يجوز بيقول إنه لما نعمل تنمية والصعايدة يشتغلوا في الصعيد ويبنوا، يعني ربما شايف إنه في أعداد كبيرة من النازحين بيضطروا ييجوا للقاهرة ويسيبوا عوائلهم. يعني الصعيد طبعا محتاج للتنمية ومحتاج إنه يشتغل، بس أستاذ وائل، حتى لو الصعايدة سمحت، الذين يأتون إلى العاصمة وغيرها من المدن بيبنوا فيها. و لو سمحت يا أستاذ وائل، لازم نفصل ما بين توفير فرص عمل وما بين خلق تنمية وما بين تحقيق استثمار، وده توجيهات السيد الرئيس واتجاه الحكومة واتجاه الدولة لتعويض أبناء الصعيد عما فاتهم طوال عشرات السنين طبعا طبعا الماضية، وما بين تصريح السيد الوزير ليس هناك مبرر أن يصف أهل الصعيد أنهم الذين يأتون لخلق العشوائيات. من الذي قال له ذلك؟ ألا يعلم السيد الوزير أن أهل الصعيد هم من يقومون بالبناء وهم من يقومون بتقديم جهودهم وجهود أبنائهم لتحقيق تنمية حقيقية بكل المحافظات وليس محافظات الصعيد أو الوجه البحري فقط؟ عليه أن يقدم اعتذاره، وليس هناك أي مبرر أن نقول أن السيد الوزير لم يقصد، على أي مسؤول أن يقوم بتذوق كلماته وتذوق معنى كلماته قبل أن يدلو بها. أنا معاك، العشوائيات مش سببها الصعايدة، العشوائيات لها أسباب كثيرة، عوامل اجتماعية ومعيشية تنطبق على الجميع، جميع المواطنين، وأيضا الدولة بمؤسساتها المختلفة طيلة السنوات الماضية كانت مسؤولة عن نمو العشوائيات مش الصعايدة. يعني الصعايدة هم عماد الفكر التنويري من طه حسين ورفاعة الطهطاوي، وأيضا كانوا عماد التنمية دائما في الصعيد. مصر. الصعيد يا استاذ وائل قدم على مدار العصور والسنين الكثير والمئات من المفكرين ومن العلماء ومن الوزراء ومن المسؤولين، فما كان يجب على السيد الوزير الذي تم تعيينه منذ ساعات ان يدلي بمثل هذه الكلمات على اهل طيب الصعيد؟ معك حق، وانا اثق ان اللواء ابو بكر الجندي هيوضح ده ان شاء الله. بشكر. هتوزع حاجة بسرعة، هتوزع الدقايق اللي باقية دي كده يعني بالعدالة. طبعا مبدئيا بس أنا بهني المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعودته لأرض الوطن، بقول له الحمد لله على السلامة، بالرغم إن إحنا طبعا مختلفين على توجه الحكومة ده بشكل عام. أما بخصوص تصريح اللواء أبو بكر الجندي،
يعني إذا كان قيل في هذا السياق فهذا التصريح يعني غير منضبط بالمرة، لأنه العشوائيات معمولة في كل مصر بالكامل، سواء في وجه بحري ولا وجه إبلي، وما هوش سبب فيهم أبناء الصعيد. وزي ما ذكر النائب مصطفى سالم، غياب القانون وغياب الدولة، غياب التخطيط وغياب التخطيط وغياب التعليم وغياب الثقافة والتنمية بالشكل السليم والصحيح. ومش بس ان احنا النهارده عشان ندعي على الفقر الشديد دفع الناس كل ده كل ده. فانا طبعا بتفق مع كل ما قاله زميل النائب طيب. مصطفى سالم. بعد ما يهمش لازم هطلع الفصل الاخير وبعدها نشوف ايه الوزراء اللي انتوا كنتوا شايفين بسرعه اللي يجب يشملهم التغيير. يعني شايف يعني هنا هيبقى في اتفاق على بعض ال والله بص يا استاذ وائل انا هقول حاجه ولو كان في انا هقولها بعد الفاصل. طيب اتفضل. هطلع الفاصل الاخير.